يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة 30 أكتوبر 2022. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير على كل المصريين اللي بيتابعونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر. دايما بيكون السر في أي تقدم حقيقي بيحصل هو الخطوة الأولى، هو البداية. امبارح كان في رسالة مهمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص للمستثمرين، ايضا الرسالة دي مضمونها هي ابدأ واحنا معك، ابدأ دلوقتي، يعني لان في مصر تحديدا في فرص كتيرة قوي للعمل والانتاج، ابدأ واشتغل لان الباب اصبح مفتوح زي ما بيتقال كده على مصراعيه للاستثمار. الدولة بتساعد في ده، وابدأ ما تنتظرش الوقت اللي يمكن قد يكون مناسب من وجهة نظرك، لأن مفيش وقت أفضل من ده للاستثمار والتصنيع. ويمكن ده اللي اتكلم فيه امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا، وقال ما تضيعوش الفرصة، اغتنموا الظروف الحالية اللي موجودة وحولوا المحنة الحالية إلى منحة حقيقية من خلال العمل والصناعة والإنتاج. وشفنا إزاي كان في تذليل لكل العقبات اللي موجودة بالأمس. زي ما أنت قلت أحمد، في كلمة سر، وكلمة السر هنا هي التصنيع. التصنيع مهم جدا لأن ده اللي بتراهن عليه الجمهورية الجديدة، أن يكون عندنا صناعات قوية وحجم إنتاج كبير، خاصة أن احنا سوق كبير فيه أكتر من 100 مليون مواطن، أذواق مختلفة، حجم طلب كبير، بيساعد أي مصنع أنه يشتغل وأنه يكسب ويطور صناعته ويطور إنتاجه، وكمان يفتح أسواق جديدة للتصدير. يمكن دي أهم حاجة يا أحمد. صحيح بس هنتو، يمكن في مؤتمر الأمس للاحتفال ب 100 عام لاتحاد الصناعة في مصر تحديدا، وزي ما شفنا كان الاتحاد ده تابع في الماضي للدولة مباشرة ويعتبر جزء من الدولة. النهاردة أصبح جهاز مستقل بذاته، ده اللي بيعزز من المنافسة وبيعزز من المشاركة والإنتاج تحديدا. ويمكن كان في رسائل هامة امبارح اتقالت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن أول رسالة كانت للمستثمرين في البداية وأصحاب التصنيع، إن الدولة بتعمل في الوقت الحالي على تذليل كل العقبات، على إنهاء البيروقراطية، لأن خلونا نكون صراحة وعارفين كلنا إن البيروقراطية يمكن بتواجه ناس كتيرة قوي من المقدمين على خطوة في مجال الصناعة تحديدا. لكن كان في رسالة للعاملين في الجهاز الخاص بالحكومة تحديدا، العاملين في الحكومة، كانت الرسالة دي: اتعامل مع الأمور وانت بتخلص الإجراءات كأنها حاجتك انت الشخصية، حاول تسرع من وتيرة ده. هل اكتفينا بكده؟ لا، ما اكتفيناش بكده. قانون الاستثمار فيه أكتر من 29 بند أو مادة خاصين بإنهاء البيروقراطية. فكرة الشباك الموحد اللي موجود لإجراء هذه يعني الروتين بقى من توقيعات وغيره يخلص في شباك واحد، برضو ما اكتفيناش بده، لان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما التمس ان في بعض العقبات عند اصحاب التصنيع في الحصول على الامضاءات والموافقات الخاصه بالرخص، اعطاهم 3 شهور رخصة ذهبية. يمكن البعض بيتساءل هي الرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية دي مش بند من يعني بتدي بنود أو بتدي امتيازات، لا، هو كل اللي هي بتديه اللي هي بتديك موافقة واحدة، تقدر من خلال هذه الموافقة اللي انت تنتج سريعا ومش في احتياج لباقي الموافقات. ودي أعطاها الرئيس للمصنعين 3 شهور وقال لهم ورونا هتعملوا ايه، واللي هينجز وينتج هنكون واقفين معاه. دايما بنلاقي ان الشباب هم رقم مهم في اي معادله بتحصل في مصر في الجمهوريه الجديده، زي ما قالت بسنت، اللي اصبح فيها كل شيء مختلف. شفنا امبارح حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعه وسط مجموعه كمان من شباب مبادره اسمها مبادره ابدا. المبادره دي يمكن بقالها سنه تقريبا، والشباب اللي فيها بيشتغلوا على مشروعات بتقلل من فاتوره الاستيراد بحوالي 16 مليار دولار. ده من خلال الاعتماد على توطين الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، وكمان تعزيز دور القطاع الخاص ويعني المساهمة في تذليل كل العقبات والأوراق الروتينية اللي مطلوبة ليهم، بينجزوا لهم كل الكلام ده. صحيح، يعني المبادرة دي بتقدم نموذج مهم جدا في أننا إزاي نقدر نشتغل على توطين الصناعة المصرية وتعميق المكون المحلي عشان نقلل فجوة الواردات. شفنا امبارح نموذج لمصنع
انتاج للاعلاف، بيتعمل بالتنسيق مع مبادره ابدا. المصنع ده بيتم انشاؤه في الدقهليه، وهو قائم على مدخلات انتاج مصريه 100%، وهيوفر فاتوره استيراد بحوالي 200 مليون دولار كل سنه. ده معناه انك هتقدر تشتغل وهتشغل عماله، وهتوفر منتج في السوق المحلي، مش هتكون محتاج لعمله صعبه، وهو ده الهدف الاساسي من التصنيع. الدوله المصريه ابتدت بالفعل وخدت خطوه ان هي يعني تجمع كل او تلم شمل المصنعين زي ما بنقوله تحت مظله واحده في قطاع واحد، عشان نقدر ان احنا نوطن الصناعه. بالتالي هيكون عندنا اقتصاد اقوى، هيكون عندنا منتج محلي نقدر نفتخر بيه، نقول صنع في مصر 100%، بالتالي نقدر نورده، ونقدر ان احنا يكون عندنا عمله صعبه. بالفعل قدرت المبادره دي في خلال او اقل من سنه ان هي تجذب عدد من المستثمرين الاجانب، بنتكلم من اليابان، من الصين، من ايطاليا، من تركيا، من تايوان، من بلاد مختلفه. قدرنا ان يكون عندنا 64 مشروع محلي ومصانع، بالتالي ايدي عامله، قدر يكون عندنا النهارده ناس تشتغل. مصر قريبه جدا ان هي تحقق طفره في هذا المجال، وهنقدر ان شاء الله نحصد ثمار هذه المبادره. لازم يكون عندنا اقتصاد قوي، لازم يكون عندنا منتجات محلية، عشان الأزمة لما تحصل أزمات تانية، والعالم كله بيمر بأزمات عالمية من بعد فيروس كورونا، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيره وغيره، العالم كله النهاردة بيعاني من أزمات اقتصادية، لكن الاقتصاد القوي هو اللي قايم على منتجات محلية، قادر يقف النهاردة على رجله لأنه مكتفي ذاتيا. يمكن هو ده اللي السيد الرئيس كمان نوه بيه. فإحنا إن شاء الله هنقدر قريب جدا نحصد ثمار هذه المبادرة. احنا بنتمنى لكم صباح جميل، بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر.